الدولار دلوقتي يا حاج وصل في السوق السوداء ل 12 جنيه، شايف حضرتك ايه المتسبب في كده؟ والله دي مرحلة احنا بنعدي بيها. يعني لو بصينا لدول تانية كانت فقيرة كانت تعبانة، والنهاردة بسم الله ما شاء الله بعد 10 سنين بقت تصنع عربيات، بقى السوق بتاعها بقى يشتغل كويس، ومرت اكيد بأزمة. ازماتها ايه انا معرفهاش، بس انا عارف ان الدول دي مرت بأزمة. احنا بنقول هنمر بأزمة 3 4 سنين، الدولار وصل فيها 12 جنيه، لكن ما حصلش زي سنتين ثلاثة فاتوا ان ما بقاش فيه بنزين، ما بقاش فيه عيش مش عارفين ناكله، ما بقاش فيه حاجات كتيرة، وكان عايشين في قلق. فليه ما نستحملش شوية؟ يعني الشعب مستعجل، احنا شعب مرفه، الشعب المصري احنا لو انا منهم احنا شعب مرفه، لو الشمس حمت علينا شويه بجري ادور على حته ظل عشان بقول مش هقدر امشي في الشمس. طب ايه تاثير الدولار يا حاج على الاسعار؟ طبيعي. هل هتاثر على الاسعار؟ احنا وحشين، احنا كمصريين وحشين مع بعض للاسف، لاني انا لو انا تاجر وعارف ان بكره السجاير هتغلى، والسجاير حاجه ما مش مؤثره للشعب، بروح محيشها عشان اخليها على ابن اخويا وجاري ليه احنا وحشين مع بعض؟ ليه ما بنتقيش الله في نفسنا؟ واحنا لو اتقينا الله في نفسنا اخاف على جاري، وانا لو تاجر ما اخدش الحاجه واخبيها، انما التجار بياخدوا الحاجه ويخبوها عشان الحاجه هتزيد، الحاجه هتزيد، الحاجه هتزيد. ليه؟ يعني زادت الطلب عليه. ازاي؟ يعني مثلا ممكن المصارف بتسحب منه اكبر كميه على اساس بتخزنه لحد ما بيجي مثلا سعره بيرتفع فبتروح بيعاه. طيب البعض بيقول احنا السبب في كده ان الحكومه سحبت من القيمه النقديه بتاعت الدولار، او سحبت من الرصيد النقدي للاجنبي فخلى الدولار غالي كده. ما هو ده دي عوامل برضو بتساعد في كده برضو. ما هو ده سبب من الاسباب. طب انت شايف الارتفاع الدولار ل 12 جنيه هيأثر على الاسعار في السوق؟ هيأثر جدا على الاسعار في السوق. ازاي؟ كل حاجه هتغلى. يقول لك الخامات اللي احنا بنستهلكها في المنتجات الغذائيه الدولار غلي، فبنضطر نشتريها باعلى سعر. ففرق الدولار هو بالتالي الذهب بيغلى. طب انت شايف الناس قادره تستحمل اسعار غاليه تاني؟ مش هتستحمل، ده هتبقى دي موجه غلاء، هتبقى موجه جوع بقى بالمره، الناس هتقوم مره واحده. بعد الثوره حصلت تغيرات كتير في البلد، ان انت وقعت نظام، فوقعت بلد، وقعت كيان بلد، لان هي كان غلط اساسا. يعني ايه؟ احنا عملنا الثوره صح، بس بعد كده استغلناها غلط. تمام؟ فما استغلناها غلط اتضربنا في حاجات كتير في الاقتصاد. دلوقتي بنحاول نفوق، بس انت مش هتفوق بين يوم وليله يعني. البعض بيقول ان السبب في الازمه دي ان الحكومه سحبت من الرصيد الاجنبي، رصيد النقد الاجنبي، فخلى الدولار غالي جدا قدام الجنيه. هل بتوافق على الراي ده؟ لا انا ما اعرفش الراي ده بصراحه. طيب انت شايف تاثير الدولار الغالي على الجنيه هيسبب في اسعار غاليه في البلد؟ سبب. الذهب غالي، كل اي حاجه مستورده غاليه، كل حاجه غلت. ايه رخيص في البلد؟ سجاير غلت، كل حاجه غلت، يعني في حاجات كتير غلت، ولا انت مش شايف كده؟ تاثير كده على الناس ايه، خصوصا انت كشاب يعني؟ والله يعني بص اقول لك حاجه، الناس كلها متضايقه اكيد طبعا، ان هم متضايقين ان كل حاجه غلت، بس قضاء الله هتعمل ايه طيب؟ انا شايف الدولار بيرتفع يعني باسباب من غير اسباب. يعني لو بصيت لحضرتك لما ماشي لو يعني هترفع مثلا عشان حاجه زي بيت الدول، او الدولار زاد في مثلا في بره هيزيد في الدول اللي جنبيها او الدول اللي حواليها. احنا لا، الدولار بيزيد على طول. يعني حضرتك عامل زي مثلا ايه، الواحد لمؤاخذه مش قادر يعني الواحد بيطلع السلم جاري، المفروض ده الواحد بيطلع سلمه، واخد بال حضرتك؟ فالمفروض الدولار ما يزيدش بالطريقه دي، ده بطريقه جنونيه فظيعه. طب ما حضرتك مين اللي هيقدر يعني يعيش في عز ظروف الدولار بيزيد كل شويه؟ على حساب مين ده؟ ما على حساب المواطن الفقير الغلبان اللي هو مش لاقي رغيف العيش يجيبه. النهارده حضرتك تعالى بص للاكل والشرب والتعليم والصحه والزياره والزراعه، لو انا مثلا بزود الدولار بيبقى في مقابل ان انا الاقي مرتبي يكفيني يغطيني، يغطي بيتي، يغطي ولادي، يغطي العيشه، يغطي التعليم، يغطي كل حاجه في حياتي الاقتصاديه او المعيشيه
ان انا اقدر اغطي منه المرتب اللي انا باخده.